هنا في منطقة تعرف بين علماء الطبيعة بالغديرة الحمراء، تتزاوج وتتكاثر مخلوقات الشبابيك. إنها الشبابيك الإفريقية الفتاكة. يميز هذا الصنف الخطير من الشبوكيات لونها البني القاتم وأطرافها الحادة المسننة. ثم حشرة زنجلون التي لا تفتئ أن تغادر ظهرها، فهي تلبث لمدة طويلة تتغذى وتتشمش حتى يحين دور الكائن في لعبة الزعلولة مع كيلويات الميزان. نعم، إنه مخلوق هائل معسل. يبدأ الشبشوب الصغير حياته بدلكة قوية من أيد خفية، بعدها تخطيط للقلب والدماغ بآلة حادة تسمى جرارة. يا لها تشبيك سلس للأضلع. وتعرف هذه المرحلة بين العلماء بمرحلة الطيش لدى الشبشوب، لأن فيها يمكن لهذا الفتي الصغير أن يحول نفسه إلى مسكوتة أو ما شابه. بعد هذه المراحل يأتي وقت الاختبار الحاسم. حمام زيت ساخن في درجة حرارة جد مرتفعة، مرحلة حاسمة. إما أن يتحول فيها الشبشوب إلى شبوك بالغ أو إلى مخلوق آخر يسمى نسبة لنهر الفرات بالفرتيت. ويعتبر حمام الزيت هذا السبب الرئيسي في كسب الشبابيك للونها المعروف الذي سوف يرافقها طيلة مدة عيشها. وبعد هذه المراحل كلها ينعم الشبوك بفترة للراحة داخل مسبح من عسل السكر وقطع السيطرون. بعد هذا يسقطر وينشف، وهنا يأتي دور تلك الحشرة الصفراء التي تزيد مخلوق الشبوك جمالا ورونقا. تبطح مجموعة الشبابيك فوق قصع أو تباصيل بيضاء لتعرض كدليل على صمودها وإثباتا لحضورها في الحقبة الرمضانية. هناك فصائل أخرى تنتمي إلى عائلة الشبابيك كالظروف المحشوة أو ما تسمى بالبروات والمخرقة، ومخلوق هجين يدعى بالملولب. تتراوح مدة عيش الشبابيك من يوم إلى سيمانة إلى سنة في أبعد الحدود حسب نوعية المستهلك. تعشق الشبابيك الإفريقية الاستلقاء قرب برك الحريرة وهالربر، وهذا ما يجعلها كائنا خطيرا على صحة الإنسان. تصاب سنويا ما يناهز 1000 ضحية بسبب الإسكرار الشبوكي الذي يصيب الجهاز الهضمي لدى الإنسان.